السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امل ناجحه. ان شاء الله اقتراحنا ديال اليوم كيف ما كيبان معكم، غادي نحضر معكم هذا الخبز الغزال، هذا الخبز الرائع المفشفش قطني خفيف، خبز اللي غادي نحضروه بالفينو فقط، ما غاديش نديرو فيه نهائيا الفورس ولا الفرينه. كيجي واحد الخبز اللي شهوه منه يستحق انه يجرب. كيف ما عودتكم دائما بدون دلك وبدون عناء، بقوا معايا ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاج في المكونات لواحد المعلقه عامره مزيان ديال الخميره ديال الخبز، نزيد عليها واحد المعلقه عامره مزيان حتى هي كبيره، طبعا المعلقه كبيره ديال السكر سنيده. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش السكر يقدروا يعوضوه بالعسل. وغادي نضيف لهم واحد زلافه ديال الماء دافي، ما يكون سخون بزاف الماء، حاولوا ما امكن ما تسخنوهش بزاف، لان اللي درتوه هو سخون على الخميره، الخميره ما المفعول ديالها كيتفسد وما تقدرش تخمر لنا العجين ديالنا. كيف ما كتشوفوا حركت ديك الخميره حتى دابت ليا. غادي نزيد عليهم هاد الدقيق ديال السيمولا اللي معروف عندنا هنايا حنا، اللي هو الفينو ولا دقيق القمح الصلب. غادي ناخذ منه جوج ديال السلايف، زلافه نفس الزلافه باش عبرت يعني الماء نعبرت بهم الدكي. وانتم تقدروا تاخذوا واحد المكيال واحد اخر، مثلا ديروا ضعفين ديال الدقيق مع ضعف ديال الماء، كيجي الخليط هو هذاك، ما كتحتاجوش تزيدوا لا دقيق ما كتحتاجوا تزيدوا الماء، كيجي يعني العبر هو هذاك، وكنحصلوا على واحد القوام اللي هو هذاك، يعني ما تقيلش معنا كيكون خفيف نوعا ما. غادي نضيف عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الملح حتى هي تكون عامره مزيان. انا هذا الملح طبعا كتبقى على القياس ديال الدقيق اللي غادي ديروا، لان حتى الا بغيتوا تضاعفوا الكميه ممكن تضاعفوا المكونات. طبعا غادي نزيد عليهم جوج معالق ديال زيت العود ولا زيت الزيتون، هنا تقدروا ديروا زيت العاديه ولا تقدروا ديروا الزبده الا بغيتوا. المهم هو ان هذا الزيت كيعطينا واحد الهشاشه للخبز ديالنا، وميم طو كتعرفوا زيت البليه كيزيدنا واحد اللذه في العجينه ديالنا. صافي كيف ما عودتكم دائما العجين ما كنبذلش فيه شي مجهود نهائيا، دائما كنخلط العجين ديالي بطريقه اللي كيما كتشوفوها غير برؤوس الاصابع ديالي، كنبقى كنخلط العجين حتى كنحس بان داك الدقيق ما بقاش صافيت، يعني ما كندلكوش نهائيا وما كنضربش فيه شي تماره. كيف ما كتشوفوا خلطت العجين ديالي على هذا الشكل، هذا القوام اللي كتشوفوه فيه راه خفيف ماشي ثقيل، ما تخليوش العجينه قاصحه باش يجيكم الخبز ديالكم هشيش وخفيف من الداخل، يعني كيجي قطني من الداخل. صافي غادي نغطي على العجينه وغادي نخليها تخمر، عطيوها الوقت الكافي بانها تخمر ويضاعف الحجم ديالها. هنا من بعد ما خمرت العجينه انا هنايا سرعت العمليه ديال التخمير ديالها، شعلت الفران وطفيتو ودخلت العجينه للفران. صافي خليتها حتى سخنت شويه وخرجتها مني طبعا غطيوها هكا بشي زيف ولا المهم تكون مغطيه مزيان، كتسخن العجينه وما كتاخذش معكم وقت كثير في انها كتخمر. هذه هي الطريقه اللي درت والعجينه خمرت ليا بسرعه. هذه الطريقه من الاحسن يعني في هذا الوقت الحال، في هذا الوقت اللي بارد الحال كتساعدنا في ان العجينه دغيا كتخمر، ما كتاخذش معنا شي وقت وشي وقت اللي هو كثير. طبعا كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي انا غادي نحاول نقسمها لاربعه ديال الكوارات، وكيبقى لكم الاختيار في انكم على شحال ما بغيتوا تشكلوها. انا هنا غادي نشكلها لاربعه ديال الكوارات اللي يكونوا متساويين، كنحاول كنجيبهم مقادتين. صافي الطريقه باش كنجمع الكوارات ديالي راها بسيطه ومعروفه يعني سهله، كتجمعوا الكوارات ديالكم كيف على هذا الشكل. وباش كنجمعهم دائما كنستعن بالماء، وكان انا درت هنا فاش غادي نبسط هاد العجين ديالي، كيفاش بسطته كيف ما كتشوفوا ولا فاش كورت هاد الكوارات ديالي في الدقيق ديال الفينو، يعني الدقيق القمح الصلب. تقدروا ديروا هنايا يعني تقدروا تكوروا نتوما في شي حاجه اخرى الا بغيتوا، مثلا هذوك التحامر ولا، المهم لكم الاختيار. انا درتهم غير في الفينو. صافي كناخذ الكوارات ديالي مباشره لان العجينه مرخوفه معايا، ما كنتسناش عليهم نهائيا غير بما جمعتهم. صافي كنبدا كنبسط فيهم على هذا الشكل هذا،
ونحاول نطوي يعني هاد الكويره ديالي اللي لبستها بهذا الشكل كما هو موضح في الفيديو. على الشكل كنحاول ما امكن ناخد منها واحد الشكل ديال الباكيطه، ولكن ما تكونش طويله، يعني غير الشكل هاد الشكل اللي كتشوفوا نوعا ما كيشبه الباكيط، يعني ماشي باكيطه طويله. صافي، وكنعاود معكم واحده اخرى كيف ما كتشوفوا بنفس الطريقه، يعني الطريقه راها بسيطه، غير الطريقه ديال انكم كتطويو الباكيطه ايدكم مرخوفه، ما تزيروهاش نهائيا، يعني ايدكم مرخوفه وانتم كتطويو هذوك العجين ديالنا كنطويوه بيدنا مرخوفه وكنحصلوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكويرات اللي عندي وندوز نحطهم في الطاوه مباشره اللي غادي تدخل ليا الفران. انا حطيت فيها الورق هنايا، بغيتو تحطوا فيها الورق ولا غير ديروا شويه ديال الدقيق وتحطوها مباشره في الطاوه، وغادي نغطيها ونخليها تخمر للمره الثانيه حتى يضاعف الحجم ديال هذوك الباكيطات اللي كتشوفوا. يخمر مزيان، ضروري من العجينه تخمر مزيان، لا في المرحله الاولى ولا في المرحله الثانيه، يعني السر ديال العجينه باش كتجينا يعني الخبز ديالنا زوين خصو العجين يكون خامر مزيان، يعني متضاعف الاول الحجم ديالو حتى كيتضاعف على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. خديت انا واحد الموس هكا، موس منشار، وحاولت ندير هذا الشريط بهذا الشكل، يعني كيبقى لكم اختيار اللي بغيتو موس ولا بزيزوار ولا بغيتو كيما بغيتو ديرو الشكل ديال الخط. خديت شويه ديال الماء كيف ما كتشوفوا وبديت كندهن هاد الباكيطات ديالي، حتى الماء هنايا راه كيعاون الخبز يعني في الفران طيب ويطيب اللون ديالها موحد ومحمر. دريت عليهم شويه ديال الدقيق الفينو ودخلتهم الفران اللي شعلته على 220 درجه، يعني اعلى درجه في الفران عندكم تشعلوا الفران حتى كتحمر من التحت، ومن بعد كتطلعوها للفوق كتحمر كطيب على راحتها. ها انتم كتشوفوا النتيجه ديال الماء، ملي كدهن العجينه بالماء كتحمر من جميع الجوانب ديالها، يعني من الطريفات ديالها كيجينا واحد اللون كيف ما كتشوفوا محمره كلها، يعني من جميع الجهات كتجي محمره. هذا هو الدور ديال الماء، وكيكون واحد اللون اللي زوين وموحد كما كتشوفوا في الباكيطه ديالنا ولا في الخبزه ديالنا كيف ما كتشوفوا. كنحاول نحيد داك الفائض ديال الدكيك، وكتكون هذه هي الخبيزات ديالنا ولا الميني باكيطات ولا نسميهم كيف ما بغيتو، كيجيو هائلين كيجيو غزلان صراحه، كيجيو من اروع ما يكون، خبيزات اللي يستحقوا انهم يجربوا. وطريقه راها سهله وبسيطه، ودرناهم غير بالفينو، يعني صحيين ما فيهمش الفورس. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، الى عجبكم طبعا ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللايكات ديالكم، وشكرا لكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله، تبقوا على خير.